فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ما الحل الشرعي للمرأة التي لا يريد زوجها أن يطلقها ولا يقبل أن يخالعها وهما في بلاد الكفر وليس هناك قاض مسلم؟ سؤالها: هل لها أن تخرج من البيت إن خافت ألا تقيم حدود الله وأن تتركه؟ هذه تراجع المركز الإسلامي، ورئيس المركز يقوم مقام الحاكم، يقوم مقام الحاكم في ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.